السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. واخيرا اخيرا كما كنا كنتظروا، وجميع المغاربه كنا كنتظروا بفارغ الصبر بعد ما تسجن واحد 48 ساعه، ها هو عادي الميلودي كيطلق الصراح ديالو مؤقتا، كنقول مؤقتا بعد ما اتفقوا هو وداك امين ميلانو بالصلح، لان القاضي لما وقفوا في جلسه الاستماع او في الجلسه امام القاضي، وجه لهم كلمه قال لهم بانه الا ما تصالحتوش غتمشيو للسجن بجوج، لانكم تبادل ديك التهمه تبادل الجرح ضرب الجرح، كل واحد عنده التهمه، هذاك عادي الميلودي والزوجه ديالو وامين ميلانو حتى هو عنده ديك التهمه ديال التبادل ضرب الجرح. هنا اخوتي القصه كتبدا في التصريح ديال عادي الميلودي امام الصحافه، اكد بانه هذاك امين ميلانو صديق ديالو وما عنده حتى شي علاقه كراهيه، او واكد بانه كيحمق عليه وكيبغيه، هو صديق العمر ويعني فنان صاحبه وكيتعاون معاه، وداك الشيء اللي وقع بيناتهم الا غيار، قال لك كياكد بان داك الشيء غيار بيناتهم. وهنا باش كنعرف بانه وكنتاكدوا انه هذاك عادي الميلودي الهضره ديالو غا خاويه، كيدخل يخرج في الهضره، وصرح بانه هذاك امنيه وعزيز، هذوك راه عزاز عليه، ربما هذاك الاعتراف غير مباشر، ربما هذاك هذاك الميلودي بغى يعترف عن طريق المحكمه، المحكمه اللي غتقول الكلمه ديالها. وكيأكد بأنه المغاربة جميعا راهم ولادو، ولادهم كاملين، ماشي غير عزيز عزيز وأمنية. حنا ما بغينا إلا الخير والإحسان لهذا السيد صراحة، ملي انت كتعترف بطريقة غير مباشرة بالأبناء ديالك، علاش ما تعترف بمباشرة وتعلن أمام الملأ وتقول لهم بأنه هادوك ولادي من دمي، وما نقدرش نتفارق معاهم، وراه عزاز عليا، وانا اسمحوا لي راني غلطت في حقكم، هادشي اللي كنا كنتظروا منه، ولكن هو كتلوى، ويعني هادشي كامل وكيخسر الهضره، ربما هادشي من الاسباب في نظري، هذيك الزوجه ديالو عيني تاتا هي اللي مزيره مورك عليه باش ما يعترفش بهذوك الابناء، ربما شي سياسه بغي يستعملوها باش يوصلوا شي حاجه، الله اعلم. هادشي بيناتهم شوف اش كيخطوا ليه. ان شاء الله وعما قارب هذوك الابناء ياخذوا حقهم، وقريب قريب ان شاء الله هادشي كامل غنوصلوا للحقيقه الضائعه. وكما كنشوفوا هاد الضرب الجرح اللي وقع، الا ربما كنقولوا هذاك الشيء تمثيل، حيت ما يمكنش هذاك امين ميلانو قام ديك التصريح وقال بانني غندعي وغنوصلوا للحبس، وفي الاخير كيوصل لعند تصالح معاه وخارجين ناشطين وفرحانين. هادشي بان ليا ماشي هو هذاك، هادشي غير تمثيل، ما عرفتش فين بغا يوصلوا، وان شاء الله نوصلوا للحقيقه، وهادشي اللي كنتمناه ان شاء الله بحول الله. الحقيقه هي اللي بغيناها وهي اللي بغينا نوصلوها، وقريب قريب الحقيقه غتبان، لان الله عز وجل ما كيضيعش حق المظلوم ما كيضيعوش، وهادشي كامل غنوصلوا له ان شاء الله. وعما قارب المحكمة غتقول الكلمة ديالها، والعدل غيقول الكلمة ديالها، وهذيك عزيز أمنية
ايضا، وان شاء الله نشوفهم فرحانين ونفرحوا معهم كاملين، وهادشي اللي بغينا ان شاء الله بحول الله.